أهلا بحضراتكم من جديد. ما زلنا في رحاب المولد النبوي الشريف، مولده عليه أفضل الصلاة والسلام. له حديث عليه الصلاة والسلام يقول: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. هذا العنوان للحديث هو عنوان أيضا لفيلم تسجيلي درامي انتهى من تنفيذه صديقي العزيز الفنان الكبير مجدي إمام بعد رحلة عمل طويلة ومرهقة وممتعة في نفس الوقت. الفيلم بيوضح فضائل المدينة المنورة وأهميتها وبركتها ونفحتها المعطرة بالإيمان والخير والمحبة. في ذكرى الرسول عليه الصلاة والسلام حبينا أن احنا أيضا يعني نكمل احتفالنا بعرض الفيلم وأجزاء منه، ونستضيف يعني اثنين من خيرة الناس الحقيقة، ولا أزكيهم على الله، فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، العالم الجليل من علماء الأزهر ومستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون الدينية. مشرفني، أهلا بحضرتك. الله يخليك، نورتنا فضيلتك. الله يخليك. وأخوي العزيز الفنان والمخرج والمهندس والإنسان الجميل مجدي إمام، عشان نتكلم عن الجوانب الفنية والدرامية في هذا الفيلم. فأهلا وسهلا بحضراتكم، نورتونا وشرفتونا، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة ذكرى سيدي ومولاي محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أستاذ مجدي، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ده حديث الرسول عليه الصلاة والسلام زي ما استهليت في مقدمتي وقلت. الهدف من تسمية الفيلم بالاسم هذا الاسم هو طبعا في حضرة الشيخ أسامة الأزهري، يعني الكلام عن الحديث أو عن القرآن أو عن علوم الدين عموما يعني هيبقى على قد حالي، افتقارا لهذا العلم الفياض، ربنا يزيده علم وتواضع. الحقيقة التقديمة بتاعتك جميلة شاملة كاملة. هي الحديث يعني خلاني من كتر قربي في المدينة المنورة للحبيب صلى الله عليه وسلم مكانا والتحاما بأهل المدينة المنورة، كنت عايز أبين فضل المدينة المنورة، فلقيت الإمام السيوطي عنده أكثر من 45 فضيلة عن فضائل المدينة المنورة. فالحقيقة لما التقيت بفضيلة الشيخ أسامة وقلت له عايزين نظهر هذا العمل، فاستهل بالحديث ده. في يعني قد إيه كنت عايز أفسره للناس، ففكرنا في تناول الفيلم التسجيلي الوثائقي بس بجانب جديد اللي هو الديكو دراما، بحيث إن احنا نقدم العمل من خلال فن جديد اسمه السينما التسجيلية الدرامية، تطلق عليها الديكو دراما. والحقيقة المدينة المنورة مش بس قباء ولا جبل أحد ولا مسجد القبلتين، لأ، احنا خدنا بتوجيه من فضيلة الشيخ ان زي البرجل لما تحط كده وبنلف البرجل حول العالم كله، فنقطة الارتكاز هي مسجد النبوي الشريف. بنشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من مكة إلى المدينة إزاي وصل فين، فبنشوف وجوده في مسجد قباء وفي منطقة قباء، وبعدين الناقة وهي بتتحرك، ثم بيركز في المسجد النبوي الشريف. فضلت الشيخ يعني غيرته على العمل، قرر ان هو يعني مشكورا يعني شرف وتشرف بان هو يحكي الموضوع بتعليق صوته هو شخصيا، وكان جميل جدا ورائع زي ما شفنا وحنشوف ان شاء الله. دكتور اسامه، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما خرج من المدينه المنوره، خرج من مكه مهاجرا للمدينه المنوره، قال: أخرجوني من أحب البقاع إلي فأنزلني يا ربي أحب البقاع إلي. للدرجة دي المدينة لها هذه المنزلة العظيمة؟ طيب، أولا
خالص التحية لسيادتك ولمودة قديمة امتدت على مدى سنوات شرفنا فيها بمعرفة حضرتك أيها الإعلامي القدير وصاحب المكانة الكبيرة في قلوبنا جميعا. أنا لي الشرف والسعادة. ثانيا خالص التحية والاعتزاز والتقدير والمحبة للفنان الكبير والمبدع الصديق العزيز الأستاذ مجدي إمام، وعلى مجموع الأعمال التي وجهها ووجه فيها طاقته الكبيرة لخدمة الجناب النبوي، وشرفت بتلبية دعوة كريمة منه للخدمة والمشاركة في عدد من هذه الأعمال، كان آخرها الفيلم محل الاحتفاء والتقديم اليوم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. التحية الثالثة إلى السادة المشاهدين الكرام، مهنئا لهم ولشعب مصر العظيم بأكمله، وللأمتين العربية والإسلامية، وللبشرية بأكملها، وللإنسانية كلها، وللكون كله، ولكل ذرة في الوجود. مهنئا الجميع بذكرى المولد النبوي الشريف المعظم، ونحن في شهر ربيع الأول الأنور الذي تحن فيه الأرواح وتشتاق وتتعلق وتتجدد فيها الروابط والصلة والمحبة بالجناب النبوي المعظم. فأجدد التهاني لسيادتك وللصديق العزيز الأستاذ مجدي وللمشاهدين الكرام. المدخل لسيادتك تفضلت به أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في لحظة الخروج من مكة المكرمة دعا الله تعالى، طبعا مشهور بين الناس من الشائع إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، هذه الجملة الشائعة المشهورة بين الناس. نأخذ من هذا المشهد النبوي قضيتين. القضية الأولى وهي قضية تشتد الحاجة إليها الآن في هذه السنوات وفي هذا الزمن، ونحتاج فيها إلى أن نقتبس من الهدي النبوي الشريف، هي قضية تعظيم قيمة الوطن. وللعلم التيارات المتطرفة في السنوات الأخيرة شوهت قضية الوطن تشويه شديد من خلال 7 مداخل. مرة يقول لك الوطن حفنة تراب لا قيمة لها، مرة يقول الوطن حدود جغرافية صنعها الاستعمار، مرة إلى آخر 7 شبهات تشرفت بإحصائها والرد عليها في كتاب سميته الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين، التيارات المتطرفة من الإخوان إلى داعش في ميزان العلم. مشهد الانتقال من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة برز فيه الحب والتعلق العظيم للبقعتين المقدستين، فمكة المكرمة كانت أحب البقاع إلى الجنان النبوي، ثم أضيفت إليها المدينة المنورة بدليل الحديث المذكور في صحيح البخاري وفي سنن الترمذي وفي غيرهما من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفر فأبصر جدرات المدينة حرك دابته إليها، ثم يقول سيدنا أنس: من حبها. فيأتي الحافظ ابن حجر في الشرح في فتح الباري في شرح صحيح البخاري ليقول: وفي هذا الحديث دليل على مشروعية حب الوطن والحنين إليه. إذن نحن أمام لمحة من الهدي النبوي فيها مشهد المحبة والحنين وتعلق الجنان النبوي ببقعة المدينة المنورة التي فيها معنى الوطن، التي فيها معنى المحبة، التي فيها إبراز قيمة المدينة المنورة، مما جاءت الإشارة إليه في الحديث الآخر الذي هو محور الحديث وعنوان الفيلم والمروي في صحيح مسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. جمعت المدينة من الخيرات وشهدت نزول الوحي وشهدت المشاهد النبوية وشهدت الوفود وشهدت السابقة العظمى للصحابة الكرام في بذلهم وجودهم وعطائهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، مناقب وفضائل وأنوار وهداية وسطوع لشمس الكمال النبوي من على أرض المدينة المنورة. فأنا أهنئ الصديق العزيز الأستاذ مجدي إمام على الهمة التي وجهها لإخراج هذا الفيلم، وأرجو أن يكون فيه يعني لمحة من القيام بحق المدينة المنورة ومن إظهار كامل المحبة والتعظيم لكل ما اتصل بالجناب النبوي الشريف. أنت عامل إنترو عبقري، يعني دخلنا في الموضوع ببساطة وبفن جميل. الفيلم بينتمي
لنوع من الفن اللي نطلق عليه ديكودراما مظبوط. هو مزج بين التسجيلي والدراما مظبوط. الحقيقة فكرت في الآتي، إنه هي عملية بحث. طبعا الأسئلة كتير، ليه المدينة خير لهم؟ ليه؟ فالحقيقة تعرضنا للإنترو على إنه باحث بيدور، هل لأنها فيها المسجد النبوي الشريف؟ هل لأن فيها الدعاء مستجاب؟ هل لأن فيها مرقد الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ هنا طرح وأسئلة بيجاوب عليها، فبياخد قرار درامي. بنشوفه يركب الطيارة، ويركب طيارة وبينزل، وناخد طبعا شوط طبعا صعب جدا في انك تاخده في طيارة في المدينة المنورة، وهو نازل وبيبتدي يبحث، وبنشوف بالجرافيك هو نازل في المدينة ويبتدي يعمل عملية البحث. عايز اعترف لك ان انا في مزارات 28 مزار انا شخصيا اول مرة اشوفهم الحقيقة في الفيلم. من المفارقات ان بعض اهل المدينة المنورة كانوا يتساءلون على بعض المساجد، زي مسجد الراية، زي مسجد بني حرام. ومن خلال الـ يعني البحث بتاعه بنشوف بقى طبعا الأحداث اللي ممكن فضيلة الشيخ يكلمنا عنها باسترسال، مثلا زي غزوة الخندق مثلا، وإيه اللي حصل فيها. دكتور أسامة، يعني لأي مدى شايف أن الفيلم قدر يعبر عن فضائل المدينة المنورة؟ وما هي هذه الفضائل يعني اللي اتكرمت عليها؟ عظيم عظيم. عبر تاريخ المسلمين كان هناك شغف كبير بالمدينة المنورة. طبعا في زمن سابق لم تكن صنعة السينما متاحة، ولم تكن قد اخترعت، ولم تكن موجودة. فكان السبيل لإظهار شغف المسلمين بالمدينة المنورة يعتمد على تدوين المؤلفات التي تبرز المدينة المنورة ومعالمها وأماكنها وما ورد فيها من أحاديث والأحداث العظمى والمكانة الجليلة والمناقب الشريفة المتعلقة بهذه البقعة الطاهرة. فظهر عندنا كتاب تاريخ المدينة لعمر بن شبة، الذي يكاد يكون من أوائل ما ألف في فضل المدينة المنورة، إلى أن وصلنا إلى موسوعة في 6 أجزاء كبار أخرجها المؤرخ الكبير الأستاذ محمد عبد الوهاب العباسي في 6 أجزاء كبار، تسجل وترصد تقريبا 1000 معلم نبوي له علاقة بالجناب النبوي. يعني عدد الأسواق التي تردد في السيرة المشرفة أنه عليه الصلاة والسلام عبر فيها، الآبار، الوديان، المساجد، الجبال، شيء مهيب وجليل. يأتي العمل الذي قام به الأستاذ مجد إمام ليكون حلقة في هذه السلسلة، لكن بلغة تخاطب العصر. الانتقال إلى إبراز مناقب وفضائل المدينة المنورة وإبراز الأماكن التي شهدت أحداث نبوية والتي نزل فيها القرآن، أو شهدت شيء من معجزات الجناب النبوي المعظم. يعني كل بقعة من البقاع اللي موجودة في الفيلم شهدت حدث نبوي، شهدت تأييد إلهي، شهدت تجلي إلهي على الجناب النبوي المعظم بالنصر. يعني بقعة مقدسة، بقعة لها خصوصية كبيرة. اسمح لي يعني أعدد الموجود في الفيلم ونشرح للمشاهد الكريم. يعني مثلا مسجد الإجابة، مسجد الإجابة الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأطال في سؤله لله سبحانه وتعالى عز وجل، أن ربنا سبحانه وتعالى يعني ينقذ هذه الأمة من أي، يعني طلب 3 حاجات، اللي هي أن لا يحرمهم السنة، اللهم لا دع الله تعالى ألا تهلك أمته بالسنة. بالسنة اللي هو إيه اللي حضرتك اللي السنة معناها أنه جرت العادة في الأمم السابقة أن الله تعالى ربما سلط على بعض الأمم السنين، زي ما يقول لك إيه مثلا في حق سيدنا يوسف، قال تزرعون 7 سنين دأبا. ولذلك كان الجناب النبوي المعظم إذا دعا يقول اللهم لا تجعلها عليهم سنين كسني يوسف، يعني لا تسلط عليهم سنة يبلغ فيها منهم الجهد أن يهلكوا بالكلية. فبدأ عليه الصلاة والسلام يدعو، اللهم يدعو الله لأمته ألا تهلك بالسنة، ويدعو الله تعالى في نهاية المطاف ولا تجعل بأسهم بينهم شديدا، فاستجيب له في سائر ذلك إلا الأخيرة،
ولا تجعل بأسهم بينهم شديدا، قال فمنعني، يعني استجاب الله تعالى له في كل ما دعا به. أما ما يتعلق بالنفوس والعلاقة بين الناس وكيفية إدارة العلاقات وكيفية استقرار شؤون العائلات والقرى والبلاد داخل الأمة المحمدية، فأراد الله أن تبقى إلى يوم القيامة موكولة لحسن إدارتنا نحن. خليهم يتحملوا هم المسؤولية، خليهم يحسنوا العلاقة فيما بينهم. هو سيادتك في أحد المساجد متعلق بغزوة الأحزاب وحصل فيه إجابة، وفي هذا المسجد الذي وقع فيه الدعاء بثلاث مطالب استجيبت. مسجد الفتح، في كمان مسجد عندنا القبلتين، نعم، ومسجد أبي ذر، نعم، ومسجد بني حرام. غزوة الأحزاب زي ما قال الأستاذ مجدي قال في البداية اجتمع فيها عدد من المعجزات، لأنه حصل تحالف بين عدد من القوى المعادية للجناب النبوي المعظم، قريش من ناحية، غطفان من ناحية، عدد من قبائل يهود المدينة المنورة من ناحية أخرى. لما حصل هذا التكتل بدأ عليه الصلاة والسلام يجمع أصحابه ليستشيرهم ويرى ما عندهم من الرأي. فجاء سيدنا سلمان الفارسي بتكنيك عسكري غير معهود في البلاد العربية، طرق طرقة على الصخرة ثم قال الله أكبر فتحت الشام، طرق طرقة ثم قال الله أكبر فتحت لي فارس، طرق طرقة ثم قال فتحت لي اليمن، وفي الطرقة الرابعة انهارت الصخرة. عدد الصحابة الكرام الذين كانوا يعملون في الخندق كان عدد كبير، فكانت هناك عسرة وكان هناك شدة. فجاء سيدنا جابر بن عبد الله وزوجته عندها شاه صغيرة، وجد الجناب النبوي الشريف ظهر عليه أثر الجوع والشدة، عنده شاه صغيرة وعنده شيء من الشعير. قال لي زوجته احنا عايزين نعمل حاجة، واضح، قالت له يبقى الشادي تكفي كام أشخاص؟ خمس أشخاص، ست أشخاص، روح هات سيدنا النبي وهات اثنين ثلاثة من الصحابة وما تزودش عليه لأنه لا يكفي أكثر من هذا. فانطلق سيدنا جابر وقال يا رسول الله يعني حضرنا شيء من الطعام. فدعاهم عليه الصلاة والسلام جميعا، يلا تعالوا تفضلوا. فين الكرب؟ حصل عند مين؟ عند سيدنا جابر وزوجته، لما هي محضرة طعام يكفي خمس أو ست أشخاص، فتفاجأ بأنه امتلأت الدار وامتلأت الشوارع المحيطة وعدد الناس لا يقل عن ألف، ألف ومئة إنسان. حال مقلق قوي، أنه ألا يستطيع الوفاء والإكرام لضيوفه عليه الصلاة والسلام. فما زال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأخذ من اللحم ويعطي، ويأخذ من اللحم ويعطي، ويأخذ من الشعير والعجين والخبز ويعطي، حتى طعم منه الألف جميعا وبقي اللحم كما هو عليه، وطعم الجميع من الخبز وبقي الخبز على ما هو عليه. كانت هذه من المعجزات المتعلقة بقضية حفر الخندق. من المعجزات مثلا أنه عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا عمار في ذلك الموقف تقتلك الفئة الباغية، ومرت عليها سنوات حتى انتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، ثم انتقل أبو بكر، ثم انتقل عمر، ثم انتقل، ثم جاءت وقعة صفين فقتل في جند سيدنا علي بن أبي طالب. الله، فظهرت المعجزة الغيبية بعد انتقاله عليه الصلاة والسلام بسنوات. بس لما رجعنا ندور أين قيلت هذه الكلمة؟ هنا في موقف حفر الخندق. ويكفي أن الله جل جلاله أنزل في شأن غزوة الخندق وغزوة الأحزاب سورة كاملة من القرآن في سورة الأحزاب، يعني بلغ من اهتمام الوحي الشريف بتسجيل هذه اللحظة النادرة من الزمن بكل مجرياتها وأحداثها وغرائبها ومشقاتها وعجائبها، فأنزل فيها القرآن الكريم وحيا يتلى إلى يوم القيامة في سورة كاملة، ولم يكتفي المولى بآية أو آيتين أو ثلاثة. الحقيقة أنا عايز أسير جدا بالإخراج، استخدام الجرافيك، التعليق الصوتي، نعم، الموسيقى التصويرية. لسه كنت هقول الحقيقة المايسترو أو الموسيقار عمر خيرت، أنا عايز برضو أخرج بره شوية، يعني نطاق الجانب الحدث نفسه، ونقول ما وراء الكاميرا، فنيات العمل، فنيات يعني والمعروفات أقول حاجة على شيخ أسامة. شيخ أسامة مثلا حاجة سر يعني؟ لا لا، ده علنا هقولها على الملأ عشان الناس تتعلم حاجة جميلة يعني، أو نعلم بعض يعني، أو نفهم بعض، أو نذكر بعض. إنه مثلا معاده الساعة في الاستوديو عشان يسجل ساعة مثلا 9:30 أو 10،
يسبق الموعد ويلتزم بالميعاد. وحصل مني أنا ومهندس الصوت بعض أخطاء، فطلبنا إعادة بعض الجمل وبعض الأشياء، خطأ من عندنا إحنا يعني خطأ فني يعني. لا ما فيش مشكلة خالص، جاء وسجل تاني وعيد الجملة دي وعيد الجملة دي. وبعدين مرة كلمني قال لي لا أنا لا لا لا, لا أنا متشكك في الجملة دي، سواء كانت حاجة في اللغة في التشكيل، قال لي لا هتالي تاني يعيدها تاني. مراجعة العمل بالنسبة لعمر خيرت مثلا الفنان الجميل ده، شوف قد إيه لما بيجي مثلا هو والحاج محمد أبو سعد أو أحمد أبو سعد لما يعملوا المكساج بتاع الصوت والمزيكا ويختار الجملة، يعني ما نشوف مثلا قول لي يا مجدي، هو كان شايف الفيلم وهو بيعمل مزيكا؟ طبعا. فلما جاء شاف الجرافيك والخندق وحاولنا نبين غزوة الخندق زي ما قالها الشيخ، إزاي سيدنا سلمان الفارسي جاه ووضح المسألة لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، شوف قد إيه عمر خيرت عامل المزيكا. اسمع شوف المشهد ده واسمع المزيكا والزحف والتصور بتاع الموسيقى، الجرافيكس مثلا معتز، مشهد دخول سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام للمدينه المنوره. ايه الجمال ده. طب اقول لحضرتك على المفارقه بالنسبه لدخول الناقه، طبعا الجرافيك اللي معمول كمان لا، والناقه كمان، الناقه احنا مش قادرين يعني نبدا يعني حياتنا في فيلم لحضره النبي عليه الصلاه والسلام من انتاجنا وتقديمنا وناخد شطات من افلام، لا داعي. ده كانت فكرة معتز كمال الكاتب الحقيقة بتاع الجرافيك، قال لي يعني احنا نبدأ بعمل للحبيب صلى الله عليه وسلم وقاعدين نلطش شطات، لا احنا نعمل الشطات دي. فتخيل حضرتك كل الشطات مثل بناء المسجد اتبنى في الاستوديو. الحقيقة انا مش عارف اشكر مين ولا مين من وحيان. شكرا ليك يا استاذ مجدي الحقيقه، لان يعني لما بنقف دكتور اسامه عند الانتاج هذا العمل واضح جدا. اولا احنا بنشكرك على اهدائك ان برنامجنا يعني يذيعه لاول مره حصريا، فده كرم كبير جدا من حضرتك ومن الشيخ فضيله الدكتور اسامه الازهري. لكن التكلفه بقى، يعني انت راجل منتج تصديت لعمل صحيح عظيم وقيمه عظيمه، لكن بمفهوم السوق والتجاره ان شاء الله تجاره رابحه جدا باذن الله، تجاره رابحه. لكن بتكلم بلغه الارقام، ممكن البعض يتساءل انت صرفت كام وتكلف كام وهتقدر تغطي تكاليفه ازاي. انا مع الشيخ خصوصا دي مش اول تجربه لحضرتك، انت ليك تجارب عظيمه. دي التجربه الثالثه مع الشيخ اسامه الازهري وفضيله الشيخ علي جمعه ونفس فريق العمل محمد ابو سعد، ايمن ابو المكارم مدير تصوير، معتز الكاتب، انت جايب اكبر ناس في كل مجال. هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نجم النجوم كلها، يعني نجم الاكوان، فلازم نبقى البشر يكونوا برضو على قدر العمل. معتز كمال الكاتب، الجرافيكس، الار دايركتور، كل دول طبعا احنا مش مؤسسه، ولكن بالتجربه في الثلاث اعمال ما فيهاش خسارة جد أبدا. الله. والله العظيم يا أستاذ عمر ما فيش أي خسارة، بل مكسب. أقسم بالله أن المكسب كبير جدا 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 عند الله سبحانه وتعالى. وقد إيه أنا ببقى سعيد أن في يوم من الأيام لما أقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ويعني ليس بيننا وبين رب العزة سبحانه وتعالى حجاب، ويعني ايه اللي انت عملته، يعني مش هقول لا صلاة ولا زكاة ولا شيء، لان ده كله ربنا سبحانه وتعالى يعلمه، وقدمت شيء لرسول الله يعني يرضى عنه. ان يكفي حتى كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اثناء المشاهدة. دكتور اسامة، هذا الفيلم واحتفال هذا العام بمولد النبي الشريف يأتي في ظروف يتعرض فيها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لحملة، ويتعرض فيها الإسلام لحملة. أولا كيف ترى ذلك، وهل هذه الأعمال أنت مع مؤيد لتكرارها مرات ومرات، وهل تلعب دورا في إصلاح الصورة الذهنية المرسومة لدى البعض في الغرب عن الإسلام والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام؟ جميل جميل. بلا شك احنا في حاجة ماسة وملحة
إلى مجموعة ضخمة من الأعمال التي تبرز مجموعة القيم والمعاني والمرتكزات والأسس التي تبنى عليها الشخصية المصرية والتي تبنى عليها شخصية الإنسان المسلم. يعني يمكن سيادتك في حضورنا في الذاكرة من قريب إشادة السيد الرئيس مثلا بمسلسل الاختيار، ومطالبة السيد الرئيس أبطال العمل إن احنا محتاجين كل سنة عمل على هذا المستوى يوصل إلى كل مشاهد على أرض مصر الحجم الحقيقي والقيمة الحقيقية لما تقوم به القوات المسلحة ولما تقوم. إحنا محتاجين حضرتك عشرات الأعمال المشابهة، لأن القضايا والهموم اللي نواجهها والإشكاليات التي نواجهها في هذا الزمن كل إشكالية وقضية وجزئية منها محتاجة كعمل ضخم كم كبير من الأعمال التوعوية التي تحفظ العقل والوعي البصري من التزييف. لكن أمثال هذه الأعمال وفيلم زي فيلم الرسالة، شوف حضرتك ازاي بقي على مدى كم عقد من الزمان سيادتك دلوقتي، كم سنة من السبعينات إلى الآن، وهو يسجل المشاهدة في الشرق والغرب وبلغات مختلفة ويقرب المشهد والمقام النبوي لثقافات وأمم وشعوب مختلفة، يؤدي دور كبير ويدفع عدد كبير من الشبهات ويربط على قلوب ويجلي حقائق. نعم بلا شك أنا مع هذا العمل، مع تكرار التجربة أدعو لوجود عبقريات كثيرة تبدع في مثل هذا العمل وتبرز معاني المحبة والتعظيم وتبين حقائق الشرع الشريف وتدفع الشبهات والإشكاليات التي تحيط بالناس في هذا الزمن. نحن أحوج ما نكون إلى ذلك. الحقيقة إحنا فعلا محتاجين مثل هذه الأعمال مرة. اللي جاي يا رجل اللي جاي كنت لسه بكلم فضل الشيخ عليه على طريق الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. تم توثيق الطريق بدقة شديدة من خلال كاتب وباحث اسمه الدكتور حسين عبد الله القاضي، أستاذ تاريخ الإسلامي في المدينة في مكة المكرمة وأم القرى. وإن شاء الله بإذن الله بنحول الكتاب ده من مقروء إلى مشاهد بإذن الله تعالى إن شاء الله. فالحقيقة بفضل الله تعالى التلات أعمال عملناهم بست لغات إن شاء الله، دوبلاج مش دوبلاج يعني مش ناطقة كمان، مش كتابة، لأن لقيت إن الكتابة بتعوق الرؤية وبتشغل المشاهد حتى عن سماع اللغة. كثير من أصدقاء الداعمين للفكرة بتاعتي واقفين جنبي الحقيقة، سواء كان في المدينة زي المهندس فريد عبد الستار الميماني من أبناء المدينة المنورة، دكتور أحمد البكري، دكتور هشام الحافظ، زهير حافظ، كثير من أصدقاء الحقيقة واقفين معايا وقفة في المدينة المنورة، وقفة جميلة جدا جدا جدا، عبد العزيز الكعكي في مصر، شيرين حلمي، حاج محسن محجوب، كثير من الناس، آل سلام، كل من أحبوا الحبيب صلى الله عليه وسلم بيساندوا وبيدعموا، ربنا يجعله بيدعموا زي ما حضرتك بتدعم الفيلم بأنك تعرضه للناس، زي ما فضلته بيدعموا بأنه ينقحوا ويقدموا في صورة كاملة. ده حضرتك بيراجع اللغة مراجعة، أنا أحيانا الجرس بتاع الجملة لحنها في الودن أقول الله أنا ما بسمعهاش كده، أتري أصلها كده. فهو بيرقع مثلا مشت جدة جدة يعني عالم يعني جليل في مثل الفيلم بتاع الفيلم بتاع السلام عليك يا رسول الله مثل مشت، احنا بنقول مشت، لا هو مش مشت، مشت جدة جدة، الفاظ يراجعها مع فضيلة الشيخ علي جمعة وفضيلة الشيخ أسامة. الحقيقة مراجعة دقيقة، يعني بتمنى، لان هو لازم الدقة عشان يبقى شيء موثق. لما نيجي نتكلم بنتكلم عن مين؟ على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا الحقيقة بقول يا رب إن شاء الله يجعله في ميزان حسنات مولانا دكتور أسامة الأزهري وحضرة المجدي إمام، ربنا يبارك فيه ويتقبل منكم صالح الأعمال والقناة
والله يتقبل من الجميع باذن الله. والله يعني ماجورين باذن الله ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. كل سنه كل عام وانتم يا الله اقرب. كل عام وانتم بخير يعني، وربنا يا رب دايما كده يجمعنا بحب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. ان شاء الله. هذا الفيلم اللي عرض النهارده حصريا في واحد من الناس، فيلم جدير بالمشاهده مرات ومرات، عندنا سيره عطره وذكرى لشخصيه عظيمه احنا كلنا نقتدي بيها، ولازم لازم نتعلم ازاي نحبها ونصلي عليها وندافع عنها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله.